هو ولا مش هو؟ هو. أسعد الله صباحكم وين ما كنتوا، الجميع ثابت لعيونكم جميعا يا رفاقة الخير. نفس ما وعدناكم، نيسان بترول بحلتها الجديدة 2022، حدث عالمي في إكسبو دبي، قلب دبي النابض. أطلقت هذه السيارة أو بتطلق اليوم إن شاء الله رب العالمين في حدث سيجمع الكثير. أنت جايين اليوم تبي تشوف السيارة هذه وعلومها، إن شاء الله بنخبرك معلومة والأبديت اللي أنت محتاج أنك أنت تعرفه في السيارة الجديدة هذه. أول شيء هي مش جديدة بالكامل، ولكن هي زودوها بشغلات، طعموها بشغلات، خلها تواكب العصر، واحتفلوا بسبعين سنة من إنجازات نيسان. على العموم الأسبوع الجاي إن شاء الله رب العالمين بصور لكم فيديو خلف الكواليس للثلاث فيديوهات العالمية اللي صورها مصنع نيسان، بحط لكم روابط مالها موجودة تحت. ثلاث فيديوهات تخبرك كيف تسوق السيارة هذه في الرملة. إذا حد يعز عليك ونحن الحين موسم بر، تبى أنك أنت تخبره أساسيات القيادة في البر، ثلاث فيديوهات القيادة في الرملة. الأبطال لا تولد من عدم بل تصنع. القيادة في الصخور، الطرق المستقيمة السهلة لا تصنع قائد محترف، هذا بعد شعاري في الحياة. ويخبرك التكنولوجيا مال السيارة هذه بشكل عام. شارك معانا المغامرة في رحلة لا تنسى. الأسبوع الجاي برويكم خلف الكواليس للتصوير السينمائي، كيف قضينا أسبوع كامل في نص الصحراء نصور لكم الثلاث فيديوهات هذه. على العموم أول شيء نبدأها اليوم بهذه، فلنبدأ المسير بالبترول 2022. Let's go. الجديد يبدأ بهني، لو ملاحظ هذا هو اللوجو للسيارة، هذا لوجو اللي شفناه على سيارات نيسان الجديدة أو إكسبو 2020، هذا لوجو السيارة. فبتشوف السيارة الجريل الأمامي هذا بشكله الكرومي، والعلامة هذه علامة نيسان الجديدة بهذا الشكل. خلنا رويكم على اليم. من على اليم بتشوف 70 anniversary اللوجو احتفالا بالسبعين سنة من نيسان بترول، وعندك هني الرنقات هذه على الجوانب، هذه فقط للشرق الأوسط. والله مدلعينكم نيسان صراحة. على المهم أرجع أذكركم نفس ما وعدناكم، هذا أول فيديو للسيارة هذه، نشغلها بسم الله. طبعا في سؤال يجيني دائما في سناب شات هني، طيب انا شوف كيف الكاميرا، والله زقرتيه انا اشيل الهند، بعضكم لفه. التكنولوجيا كلها هني، وهذا هو الابديت. هذا الابديت ما يعطيك سياره جديده بالكامل، لا، هذا اللي تواكب عصرها. عشان تقول لك نيسان انا معاك بالحل والترحال وفي كل مكان انت تبيه. على العموم الشاشه الحين اكبر، لون مختلف تماما موجود في الداخل. انزين ابو سعيد، شو الابديت اللي عندنا في السياره من داخل؟ اول شيء يا سيد الفاضل، الكونسول هذا كله مختلف. اول شيء نبدا بالشاشه، 12.3 انش، قبل كان في شاشتين، للمعلوميه الحين في شاشه كبيره فيها كل الانفوتيمنت سيستم. هذا يعني انه يمكن نيسان سمعت كاستمر كانوا ما يبون شاشتين، يمكن عشان تواكب العصر، لانه تعرف التغيير التكنولوجي دائما يصير بسرعه. هذه الشاشه شو فيها؟ فيها وايرلس ابل كار بلاي واندرويد، يعني ما يحتاج تشبك تليفونك على طول ابل كار بلاي، يعني اللي في تليفونك تقدر تشوفه هني من ناحيه ميوزك او من ناحيه نافيجيشن سيستم وجوجل ماب ومن هذه المواضيع. تيجي على تحت المكيف مكانه، التكتيكات المكيف هني، يعني هاي ما تعتبر شاشه بس حق الكنترول. هني شو عندنا؟ عندنا مكان خشبي نفس الخشب الموجود في السياره، عندك وايرلس تشارج في هذا المكان، وعندك تايب سي شارج. لون السيتات من داخل لو تذكرون نيسان مالي كان لونه أحمر، هذه المرة لون برغندي، هذا اللون خلنا نقول عنابي، اللون مختلف يعني جاي لك عنابي شوي غامج، بصراحة جميل. فهذا التغيير اللي في السيارة، السيارة الحين صارت من ناحية تكنولوجية، وهذا على فكرة نحن شرحنا نظام الدفع الرباعي في الفيديو هذا، خلنا رويكم لقطة لا الطرق الرملية، هذه لقطة من الفيديو. اليوم ندعوك تكون جزء من أسطورة البترول عبر سلسلة من أساليب القيادة في التضاريس المختلفة، وتكون اليوم سائق بطل من أبطال البترول.
شارك معانا المغامرة في رحلة لا تنسى. شو رأيكم بالحركات والدريفت؟ طبعا الفيديو هذا كامل موجود في الرابط اللي موجود تحت. هذا الفيديو اللي قلت لكم عنه نيسان أطلقته للاستفادة. هذا الفيديو مش حصري على نيسان، لا، هذا لأي واحد يعز عليك بيصير الرملة، بيصير يقطع في البر. خبرناكم الأشياء الأساسية اللي الواحد يحافظ على نفسه فيها في الأجواء هذه دام الحين هالموسم. تبوا تشوفون الفيديو مال الطرق الصخرية في اليبال ما يبال تحت حاضري يا مخرج، عطهم فيديو الطرق الصخرية والجبلية. قبل لا أنسى، تأكد أنه كل الأدوات هذه كلها معك. يلا تعالوا. القاعدة الأولى للقيادة في الطرق الجبلية، عاين دربك على الأرض قبل ما تنطلق. اختر وضعية الرك من إعدادات القيادة، وعشق الفور ديلو واللي بيساعدك على الحصول على أعلى درجات التقدم بثبات لتخطي الدروب الصخرية. خبروني شو رايكم بالجاكيت والتكتيك رقم ناشونال جيوغرافي. والله الشغله الثالثه تكنولوجيا في هذه السياره نيسان بشكلها الفي موشن الامامي ومحاكاه المستقبل والقياده الذاتيه تشوفها باماكن مختلفه ابتداء بهذه السياره من ناحيه الرادار واللي هو الثبات على المسار والشغلات اللي تساعدك انت انك انت كقائد تحافظ على مسارك وتحافظ على قيادتك وتحافظ على الناس اللي موجودين قدامك. كل هذه التكنولوجيا سويناها في فيديو ثاني كامل، هذا الفيديو موجود في الرابط الموجود تحت. تبون لقطة بعد حاضرين يا مخرج، نزلهم لقطة عشان خاطر بعسكور. كل ما تتواجد على الطريق اكثر، كل ما بتقابل ابطال اكثر. ببساطة، أنت ما تمتلك أي سيارة دفع رباعي، أنت تمتلك درع حماية متكامل على الطريق بمعنى الكلمة. ودرع الحماية هذا هو اللي يميز البترول عن أي سيارة أخرى على الطريق. شو رأيكم؟ خلنا رويكم الأبديت الجديد اللي موجود في السيارة هذه في الخلف، ولكن قبل هذا خلني أخبرك. ولا لا لا، شو رأيكم أرويكم في المكان الخلفي ورايي هل تشتري السيارة أنت الحين ولا لا؟ طبعاً ربعك أو أخوانك أو أصدقائك اللي بيقعدون هني عندهم شاشتين مفعمة بالتكنولوجيا 10 إنش 1. هذه الشاشة اللي الحلو فيها أنا عجبني كيف أنها تتركب، عجبني أنها كيف تتركب. شوف هل يعني هي مركبة في السيت الأمامي، فأمورها طيبة. إذا كنت بتجلعها مش ما تضايق الواحد في مسافة. أول شيء الحلو فيه أنك أنت تقدر تشبك تليفونك في الشاشة هذه، يعني إذا تبي تشوف شيء تبى تسمع شيء انت منعزل عن المزعج اللي قاعد صوبك، فامورك خلنا نقول طيبه. غير هذا نفس التكنولوجيا اللي موجوده في السيارات من نيسان او بترول اللي قبلها، نفس الشيء نفس البراحه. بسعيد، هل اشتري السياره الحين؟ اول شيء السؤال، انت من زمان ما مغير سيارتك ولا تروم تصبر شويه؟ اذا انت بخاطرك موتر عائلي جديد، النيسان هو اختيار ولا اروع ولا افضل. هذا الابديت بس يزيده شويه من الحلاوه هذه. اذا انت امورك طيبه وما تبي تغير الحين، شيء راجع لك، مش مضطر انك انت تغير، لان الموديل اللي بعده باجيله شويه، ما بيتغير الحين، ولكن الموديل اللي عقب هذه السياره بيكون موديل مختلف تماما من نيسان بترول، بطل الدروب يا اصدقائي. بنشوفه سنتين تقريبا كذا بتشوفون السياره هذه، وبنعطيكم تفاصيلها. على العموم يا اصدقائي، اتشرف فيكم جميعا. ارجع واذكركم اذا ما شفتوا فيديو ابطال الدروب الثلاثه موجوده في الرابط او الروابط اللي موجوده
تحت فيديو من إنتاج نيسان يكلمك ويخبرك عن تفاصيل الطرق الوعرة وكيف أنك تتقطع في السيارة في البر في الرملة والطرق الصخرية، وبعد كيف تستخدم التكنولوجيا اللي موجودة في هذه السيارة بشكل عام وكيف أن هذه التكنولوجيا تحميها. على العموم يا أصدقائي أتشرف فيكم جميعا، أرجع وأذكركم إذا ما شفتوا فيديو أبطال الدروب الثلاثة موجودة في الرابط أو الروابط اللي موجودة تحت فيديو من إنتاج نيسان يكلمك ويخبرك عن تفاصيل الطرق الوعرة وكيف أنك تتقطع في السيارة في البر في الرملة والطرق الصخرية، وبعد كيف تستخدم التكنولوجيا اللي موجودة في هذه السيارة بشكل عام وكيف أن هذه التكنولوجيا تحميك. تشرفوني دائما في إنستغرام سناب شات وفي تيك توك، هذا حسابي في انستغرام وتيك توك كلهم نفس الشيء. اذا شفتوا اي حساب مش موثق يا جماعه هذا مش حسابي، في وايدين يطلع لك والله علي يقول لك يطلب منك هالشغلات، انا ما يخصني فيهم، حساباتي كلها موثقه بفضل الله عز وجل وبفضلكم انتم، انا شيء تامروني شيء في خاطركم علي. على العموم الاسبوع الجاي برويكم خلف الكواليس، خضرا اللهم لك الحمد اعطونا الجرين لايت ان نحن رويكم لقطات من خلف الكواليس. الله وكيلكم كنت لابس كاميرا جي بي او في هالكبر والله كاميرا كذا على خوذة عشان بس أصور السكات، لقطات حصرية بتشوفوها إن شاء الله السبوع الجاي بإذن الله عز وجل. دائما اشترك فعل الجرس عشان أنت تشوف الفيديوهات قبل كل حد يا صديقي. فيديو نيسان بشكل عام وفيديوهات نيسان في اليابان بتشوفها في القناة لما زلنا المصنع، لما سلمنا الفتك لسمو الشيخ حمدان بن محمد فزاع، فيديوهات جميلة عن نيسان دائما وابدا يا اصدقائي. شيء تامروني انا بشغل الحين اطالع منكم اشياء المفضله وبتابع. نشوفكم ان شاء الله رب العالمين الاسبوع الجاي. حركات هذا التلفزيون.